ولد ولد بيربح جائزة واحد من أجمل الفيوز اللي قعدنا فيها في برنامج أزكى أكل في العالم. آه بربح ملك سمكة القد في البرتغال يا خيبتك. شوي شوي عليك. إيش فيه يما يما؟ خلص هو قال بكفي. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم اشي تكونوا جوعانين. معكم باسل الحاج وتاني حلقه من أزكى اكل في العالم في البرتغال. هاي البلد الجميله، هاي البلد اللي لما نحكي البرتغال بنحكي بلد في اقصى غرب اوروبا، فبالتالي مش بس عندنا بحر عندنا المحيط، ولما يكون عندنا بحر ومحيط احنا بنحكي عن دوله من افضل دول العالم في السمك. حلقه اليوم مش رح ناكل سمك في البرتغال، حلقه اليوم بدنا ندلع حالنا بالمأكولات البحريه في البرتغال. لشبونه. الحلقة الماضية اللي في البرتغال أفطرنا باستيو ديناتا. الحلقة هاي في البرتغال إيش رح نفطر؟ باستيو ديناتا. الفرق بين امبارح واليوم هو أنه امبارح أكلنا باستيو ديناتا في وسط البلد، اليوم جايين على مكان مخوف الدنيا من سنة 1830، وهو بيعمل باستيو ديناتا قرب على 200 سنة. إلهم وصفتهم الخاصة في عمل الباستيو ديناتا تبعتهم، باستيو دبليم. ايش علبة المفاجآت السعيدة هاي يا اخواننا؟ ايش المنظر الحلو هذا يا اخواننا؟ صباح الخير من البرتغال، باستيو ديناتا. اول ملاحظة انا ملاحظها هو انه العجينة كانت زي كأنها باف بيستري اللي اكلنا منها الحلقة الماضية، لكن هاي شوفوا كيف رقائق من العجينة النحيفة من الفيلو بيستري اللي هي زي عجينة الجلاش. فكرة انها عجينة كلاج، عجينة شبه عجينة البقلاوة اللي من برا، هاي مغير اللعبة، خلتها لأول مرة أكلها أحس إني بأكل إشي شوي قريب على البقلاوة شوي من ناحية العجين اللي فيه. ويلي ويلي والله قوية. هي فازت بجوائز أصلاً وأنا بعطيها كمان جوائز لأنها بتستاهل. يا ساتر يا ساتر، خلص مرة واحدة الحين ناخد شغلة تانية، بما أننا صرنا واصلين مكان قوي فقلنا لهم شو من الأشياء عندكم المعروفة كثير البرتغالية، قالوا لنا هاي الدونت المحشية بكريمة البيض. باستيو ديناتا كمان وكمان وكمان، واحدة لا تكفي، اثنين لا تكفي، عشرة لا يكفوا في البرتغال. اللي بعده واسمعوا هاي المعلومة عن البرتغال اللي بتستهلك تقريبا فوق 90% من سمك الكود اللي هو سمك القد في العالم كلياته. يا اخواننا هاي سمكه موجوده في كل الدول، منتشره في اوروبا كلياتها. 90% من استهلاك السمك القد في العالم كله في البرتغال. وعشان ناكل قد كويس جينا على المطعم اللي اسمه بالبرتغالي ملك القد، نجرب عندهم اشياء بهذه السمكه ما شفناها قبل هيك. ملك سمكه القد في البرتغال. الدراي ايجينج في اللحمه هنا في السمك، في تعتيق بركز نكهه السمكه جوا السمكه عشان تتركز طعمتها. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا فيكم، يا اهلا وسهلا في الاشياء الكويسه اللي الواحد مستني ياكلها من زمان. البكلاوي اللي هي سمكه القد بسموها في البرتغالي بكلاوي، المكان اسمه لارنتينا بكلاوي يعني ملك القد زي ما حكينا. وهذه هي الباستيو بكلاوي. باستيو ايش يعني؟ يعني المعجنات او الفطاير. هذه كيكه معموله من سمكه الكود ومقليه في الزيت. هذه برضو كيكة سمك لكنها باستخدام البوف بيستري، نفس العجينة أتوقع اللي بيعملوا منها الباستيو ديناتا. طيب الحين نشوف وجبة سمك بالحمص وبالبيض. سألناهم قالوا نعم إحنا بنستهلك بيض وسمك بطريقة كبيرة. شوي ذكروني بتونس، شوي التونة والبيض دائما مع بعض. واو إيش صحن البليلة الرهيب هذا؟ إيش يا برتغاليين عندكم بليلة بتجنن. صحن الحمص الحب، في دول عربية بتسميه بليلة، في ناس سموه نخي أتوقع. هذا الحمص مسلوق
فيه شويه قرمشه، في بصل، بصل ني برضه بقرمش بعطي حلاوه، وبتيجي بعدين السمكه وبتيجي البهارات اللي عليهم. شايفين كميه البهارات اللي عليهم؟ والله اعلم فيها شويه سنه حرقان حلوه. بكلاو بالتو اسادو، بكلاو يعني سمكه القد، واسادو احنا عارفين شو الاسادو يعني الشوي. هذه سمكه قد مشويه على الفحم، ومحطوط تحتيها خبزه كورن بريد اللي هي الخبزه اللي معموله من طحين الذره، وبعدين موزع حواليها البيض والبطاطا. هاي واحدة من الوجبات التقليدية جدا 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 في سمكة القد في البرتغال. شوف قطعة القد، قطعة سمكة القد ما اسمكها، هاي القطعة كلياتها من سمكة واحدة وبتنقص من نصها عشان تكون سميكة. هاي اكلها هيك مرة واحدة لا بصيرش، والله لا اعملها. يلا بسم الله. زيت زيتون، كثير بيستخدموا زيت زيتون في اكلهم. بالله عليك انك تجرب هاي، جربها 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 بسرعة. عليها توم وزيت زيتون، التوم مهم للمشروع هذا. الحين بدنا نجرب الكورن بريد تبعهم، هذا خبز اللي معمول من طحين الذرة، ونحط عليه السمكة نفسها مع شوي من الجلد. هذا الجلد هو اللي أخذ كل طعمة الفحم. اول مره اكل هذا الكورن بريد، بالعاده بنحط مثلا مع وجبات زي البريسكت، زي الريبز، الوجبات اللي في جنوب امريكا بيستخدموا هذا الخبز مع اللحمه. هون اول مره حنستخدم كورن بريد لكن مع السمك. لا 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 لا, لا. هذا الاشي تطلعوا عليه كويس، هو صح خبز الذره لكنها شاربه من كل المية اللي طلعت من السمكه، وكل الزيت اللي كانت تنطبخ فيه السمكه، وكل التوم والنكهات اللي كانت في السمكه كلها جايه في هاي الخبزه. هاي الخبزه انت بتاكلها بتاكل خلاصه هاي الاكل اللي فيها. يا ساتر يا ساتر. وهذه وصفه هاي الاكل تحديدا، هي من الزلم اللي اسس المطعم من سنين طويله، وسره في هاي الوجبه تحديدا السبيشالتي تبعه انه بيقول لك انا بعامل السمكه كانها معامله اللحمه، ما بعملها كانها قطعه سمك عاديه، لا انا بعملها كانها قطعه ستيك فاخره قدامي. عشان هيك بيجي معاها مكونات بالعادة بتشوفها مع اللحمة. أنا تحمست كتير والأدرينالين كتير طلع، وهذا نادر ما يصير في وجبات السمك. بالعادة وجبات السمك إيش بتسوي فينا؟ هدوء، لكن هون في البرتغال قاعدين بنولع مع وجبات السمك. الحين نيجي لهاي الكيكة الحلوة اللي هي عبارة عن خبزة كورن بريد من فوق، تحتيها السمك، تحتيها اللي هي السبراوتس، نبتة خضراء بسموها سبراوتس، وبعدين تحتيها بتيجي البطاطا. يمكن لو واحد بيجي هون ما يحكوا له انه كل اللي راح تاكله هو من سمكه واحده، اتحدى اذا راح يعرف انه كل اللي راح ياكله من سمكه واحده. السمكه اللي هون طعمتها، تكستشر تبعها، سماكتها، مضغتها مختلفه عن اللي قبليها، معناها هي نفس السمكه لكن طريقه العمل. في اسبانيا في الاندلس لسه من كم حلقه شفنا النسخه الاسبانيه من البيض وبطاطا، النسخه البرتغاليه من البيض وبطاطا هي بالسمك، هي بسمكه القد. يا اخوان في اشياء قاعده بتزبط معاهم في اكلات السمك في هاي البلد، ما اتوقع انها تزبط في اي مكان تاني، وما اتوقع في اي مكان تاني بفكروا يسووها اصلا. لكن هون في البرتغال مع هاي السمكه خلص صار في عشره، صار في حب، صار في ابتكارات، صار في ثقافه، صار في تراث باكل سمكه القد في كل الوجبات. حتى لو كانت هاي الوجبه وجبه بيض، نعم راح يجي فيها سمك القد. اللي بعده خلصنا من تخصص البرتغال الأول اللي هو سمكة الكود، نيجي لتخصصهم واحترافهم الثاني اللي هو القشريات، أتوقع بسموها اللي هي الشيلفيشز، زي الربيان، زي السلطعون وغيرها. واسأل أي حد في لشبونة وين أحسن مكان في البرتغال كلها بيعمل هذا النوع من الأشياء البحرية، الجواب مطعم راميرو اللي جايين عليه. المطعم طريقة أصلا عرضه وبيعه لهاي الأشياء ما في زيه في مكان ثاني. This is the edible crab. This is the spider crab. ولك بتحرك منيل. يا خيبتك شوي شوي عليك. ايش في يما يما؟ خلص هو قال بكفي. ايش امسكه من هون؟ just from here. ولد 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 ولد، اسمع بتطلع فيه. خلص ايش، خده خده. أبريغادو حبيبي أبريغادو. احنا وصينا على الكراب اللي هو السبايدر كراب، انا هذا اول مره اشوفه في حياتي،
وعبين ما ينطبخ الكراب نسلي حالنا بشوية أشياء زي ما تعودنا في أوروبا. بنحاول نجرب الأويسترز، هذا ما بيكون مطبوخ أبدا، حلاوته الواحد يأكله زي هيك، عصرة ليمون وشوية توباسكو. فيها شوية حلاوة، شوية حلاوة، اللي بياكل أويسترز بدور على شوية سنة حلاوة بتطلع لك هيك في نهاية مضغها. الحين خلينا نعرفكم على الصحن الأشهر والأهم والأفضل والأزكى في عمل الربيان في البرتغال كلياتها، جامباز أجيليا، ربيان مقلى مع زبدة وتوم. ومن شروطه أنك تأخذ الخبزة وتغمسها كتير كويس في المرق هذا اللي تحت، وبعدين تحط عليها الربيانة. هيك بتتاكل يا صاحبي. يا اهلا وسهلا، ايش هذا؟ اللهم صل على النبي، ايش سويته فيه؟ Is that a soup? It's a sauce crab. Sauce crab. Yeah. يا اخواننا هذول الكراب نفسه انطبخ، نسوى له ستيمينج على البخار، واللحم اللي جواه انطال جزء منها ونعمل منها صوص للكراب هذا. سلم ايديك. مستاش شعر ودقن يا صراحه، شعر ودقن. الكراب نفسه كان فيه جواه بيض لانها انثى، وهذا البرتقالي هو البيض تبعها برضه موجود هون. اوكي. العب. اه بريك ات اند ذن يو جيت ذا ميت فروم انسايد. ولك اصبعك. هذا هو السبايدر كراب يا اصدقاء، اول مره في حياتي اكل هذا الكائن، وهو مش كتير موجود، مش من الكراب السلطعون اللي موجود في كتير اماكن في الدنيا. لحمة الكراب معروفة من اطرى واطيب انواع الاشياء، اللحوم اللي بتطلع في البحر هي واللوبستر. وزي ما شفتوا بدنا نكسر العظم تبعه ونطلع اللحمة هاي ونغمسها في الصوص اللي عملوا لنا اياه. ايه يا سفر ويا طيارات ويا ابلكيشنات ويا فحوصات ويا تأشيرات ويا حجوزات بتنعمل عشان الواحد ياكل شغله هو بسمع عنها من زمان، عشان يجي يوصل لمكان بده ياكل فيه هاي الشغله. خلوني اسوي وحده رجل هيك كامله زي ما علمني، نجيبها هون وبنحطها على المصطبه هاي وبنضرب فيها. I'm not strong enough. ولد اللحمه اللي موجوده جواهم اللي مدفونه ما بين الرجلين تبعتهم، حتى انك تطلعها صعب شغلانه، لكنها متعة يا أخي، والله متعة. أنا حالياً قاعد في ملكوت كتير مبسوط فيه، كتير 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 قاعد وحاسس إنه رحلة البرتغال جابت نتيجتها في هاي اللحظة تحديداً. هاي اللحظة اللي بتطلع إنسانيتك، طلع إنسانيتك في إنك تبحث عن اللقمة اللي أنت بدك تأكلها في الإشي النادر اللي قدامك. الله يبارك فيك. What's this brother? Giant tiger shrimp. هذا كلياته شريم. هذا ايش اسمه؟ الجمبري اللي هو الروبيان. بشوها وبحطوا عليها الباتر صوص اللي هو زبده وملح وفقط. يا اخوان ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هذه كلياتها من ربيانه واحده. هذا لوبستر مش ربيان. It's close to a lobster man. Size of a lobster. وهاي الاشياء البرتقاليه اللي موجوده جواه في النص، هاي هي بيض الربيان. انا اليوم اكلت ازكى سمكه كود في المطعم اللي فات، سمكه قد، واكلت ازكى سلطعون، واتوقع اني اكلت ازكى قطعه ربيان. اكثر قطعه ربيان في حياتي اكلها فيها طعمه قويه جدا جدا، ومضغه انت بتحس انك قاعد تاكل شيء قريب على اللوبستر. خلوني انا والكراب والاشياء اللي حوالي هاي ونشوفكم في المكان اللي بعده. انا قاعد هون قاعد شوي. إذا كانت البرتغال هي أكبر مستهلك لسمكة الكود في العالم زي ما حكينا، لكنها مش أكبر منتج لسمكة الكود، أكبر منتج لسمكة تانية اللي هي السردين. استهلاك السردين في البرتغال مرعب، كميات رهيبة في البيوت، في السندويشات السريعة، في الوجبات الكبيرة، على الباستا، على الخبز، على أي شغلة بتلاقي سردين.
هذه علب السردين اللي بيشتروها اهل البرتغال وبطبخوا فيها او باكلوها هيك، باخذ له قطعه خبزه وبفتح علبه السردين وبمزمز عليها. هو هذا اللي حبينا نسوي لكم اياه، لانه في برشلونه اتوقع اكلنا سردين بيشبه طريقه السردين، بيشبه طريقه اهل البرتغال. فالحين قلنا ايش نشوف الاصل، نشوف الطريقه الام في عمل او في استخدام السردين. نفتح علبه السردين وعلى الرصيف يا صاحبي. اسمع، هذا سردين ام الزيتي، وهو كاتبين انه في اوليف اويل. ليش حاسس انه بالبرتغالي زيت يعني زيت او ازيت؟ شوفها ام الزيتي يعني زيت صح؟ البرتغالي زيت وعنه العربي زيت. يا والله ربي البرتغالي سهل، طلع امسك امسح. بالاسباني زيت وبالايطالي لا والله. عارف بالفلبيني ايش الزيت؟ ما بعرف انا كمان والله، بسالك الصراحه ما بعرف. كيف استخدام التونه الكتير بنلاقي دائما عندنا في وطننا العربي استهلاك كبير للتونه، هنا ما بتلاقي علب التونه، بتلاقي علب السردين. اي اي مزكاها. حدا يعطيني شويه خبز وشويه زيتون، هذا كل اللي متمنيه في هاي اللحظه. خلصنا؟ ما خلصناش، لسه ضايل صحن وكائن. الصحن هو واحد من أشهر الصحون البرتغالية في المأكولات البحرية، والكائن هو الأخطبوط. نعم يا أصدقاء، في البرتغال في أخطبوط قوي جدا، يجينا على واحد من المطاعم في ساحة جميلة جدا، منطقة اسمها الفاما، من أجمل مناطق لشبونة. يجينا على مطعم اسمه فارول دي سانتا لويزا، ندوق الأخطبوط والصحن البرتغالي. بربح جائزة واحد من أجمل الفيوز اللي قعدنا فيها في برنامج أذكى أكل في العالم. بربح، حكينا عن هذه الجائزة لما كنا قاعدين في الأندلس لسه من كم حلقة. واحدة في هيك مرات بتمر عليك مطاعم وقعدات انت ما بتكون مخطط لها، انت بتكون لاحق اكلة طيبة بس بتقعد في فيو خلاص ما بتنسى. هذا الفيو ما راح ننساه، لشبونة ما حنساها. انا عن جد عن جد عن جد حبيت هاي المدينة، حبيت هاي المدينة، شعبها الطيب البسيط والكمية المناظر والفيوز اللي بتشوفها وانت في لشبونة. نحكي عن المنظر اللي قدامي الحين، نحكي عن الفيو الحلو اللي انا شايفه قدامي، هذا هو الاخطبوط. والبرتغال واحدة من الدول اللي برضو لازم تاكل فيها اخطبوط. اخطبوطهم مشوي وبقدموه مع بيوري او يعني بطاطا مهروسة من البطاطا الحلوة. ايش هادي يا اخوانا؟ هذا ما قصيته، استنى شوي، انا حطيت السكينة فجأة فلتت. ها لحظة، هذا اخطبوط طري، هذا اخطبوط لسه ما اكلناه وقاعد يفاجئنا. بدي اخذ القطع السميكة برضو طرية. الاخطبوط بالعاده بيكون بشد اكثر من هيك. هذا اخطبوط ملفت بطراوته. يلا بسم الله. ها نعم، جد في اخطبوط زي هيك في العالم وانا لسه ما بعرف عنه. كارو انت اكلت اخطبوط اليونان؟ اكلت الاخطبوطات اللي قبل نتاخر ناكلها واحنا في العالم. كل هذا الاخطبوط لو سمحت، وقول لي ايش رايك، وقول لي رأيك بسرعة عشان أنا متحمس بسرعة. نعطيه جائزة أذكى أخطبوط في العالم ولا لا؟ جائزة أذكى أخطبوط في العالم يا أخوان. أنا مش قاعد بمزح ولا قاعد ببالغ، أنا فعلا أكلت أذكى أخطبوط أكلته في حياتي في هاي اللحظة في هذا المكان في لشبونة. لسه من شوي قاعد بحكي لكم أنا بحب هاي المدينة. كتير 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 طري، اطرى اخطبوط اكله في حياتي. كل حتى اللي اكلناهم في اسبانيا، حتى اللي اكلتهم برا التصوير في مطاعم الفايف ستارز ولا في اي مكان طلبت فيه اخطبوط في حياتي، هذا بتفوق عليه. طري جدا جدا جدا، طعمته هاديه وراكزه جدا جدا جدا، وكل كل الملامح الاخطبوط هذا التكستشر موجوده بس بطراوه، بدون مضغ كتير، بدون قص كتير، بدون من وانا بقص فيه. انا سعيد، انا في هاي اللحظه سعيد جدا الحمد لله. اللقمه الاخيره من أذكى أخطبوط في العالم، وتستمر الحياة. وباسل حيترك لشبونة بكرة وحيروح، والله يعلم وين حيكون وين حيصير، ولما يجي يأكل أخطبوط حيتذكر هذا الأخطبوط. هذا هو والله الواحد مهين عليه يأكل أي إشي في حياته بعد الإشي اللي أكله. بس الأكل اللي جايين نجربها ونختم فيها حلقة اليوم هي روح الأكل البرتغالي في الأكلات البحرية. يمكن نحكي أكثر شغلة بتستخدم في البيوت، والحين راح نشوف هي نوعا ما إيش. نوعا ما بتكون طبيخ من الأسماك المختلفة وبتقدم معها على جنب
شوية رز. ليش أنا في هاي اللحظة هيك حسيت إني أنا قاعد بأكل النسخة البرتغالية من البايايا؟ البايايا اللي أكلناها من كم حلقة في فالنسيا، بتحس هذه هي البايايا لكن بدون رز، الرز بيجيك على جنب. والله يا كتبلانة أنك بتلخصي كل الهدف اللي إجينا فيه على البرتغال اللي حكيناه في أول حلقة، بدنا ندلع حالنا بشوية سمك ومأكولات بحرية في هاي البلد. صحن مختلف في كل الأصناف، نكهة خلاصة الأشياء البحرية اللي أكلناها في هاي البلد تتلخص في هذا الصحن. وانا عن جد من هاي اللحظه وفي هذا بهذا المشاعر الكبيره اللي جواي اللي حطتها فيه كل مأكولات البحريه الرهيبه في لشبونه في البرتغال، الدوله اللي فعلا قصدناها عشان ناكل فيها اشياء بحريه قويه رائعه 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 رائعه. نعم يا اصدقاء، البرتغال واحده من افضل دول العالم في المأكولات البحريه. خلصت حلقه اليوم، نشوفكم في حلقه جديده، مكان جديد، اكل جديد. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، وتفضلوا معنا في لقمه كتبلانا بالرز والجمبري في شوارع لشبونه الجميله. لشبونة لشبونة لشبونة، البرتغال الدولة رقم 43 عندي في الخريطة. جميلة 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 جميلة، واحدة من أجمل مدن العالم، فعليا واحدة من أجمل مدن العالم. كل المعطيات اللي بتقول لك مدينة جميلة موجودة فيها. أول شغلة طبيعة حلوة، اختلاف في المرتفعات ما بين مكان للتاني، مدينة مبنية على البحر، ودائما بنحكي أي شيء مبني على البحر بكون أحلى من أي مدينة تانية. المباني التاريخية، الطلعات والنزلات، حتى نفسيات الناس كويسة. وغير عن هيك أكل بجنن. ذكروها لشبونة البرتغال، تدخل أكيد في سباق أجمل مدينة في العالم.